مرات عديدة، ومن أجمل المرات اللي صادفني فيها حظ طيب إن أنا أحضر تكريمه من الدولة، لأنهم كانوا مختارين أعداد قليلة من الأدباء ومن الرسامين والفنانين فكنت أنا واحد من الذين حضروا تكريمه بقلة النيل. كان ده أسعد يوم في حياتي شخصيا. أرالك يا فندم، أرالك قصص طبعا. قال كان بيقول لك إيه يعني لما نجيب محفوظ بقيمته يقيم كتابات شاب لسه في مقتبل العمر زي حضرتك. انا ارالي طبعا اول يعني مره يكلمني كان متاخرا، يعني هو كان بيقرالي بشكل متقطع ما ينشر. وكنا زمان يعني مش متعجلين على ان يصدر لنا كتب او الى اخره، قلنا كان نفسنا نبقى كتاب كويسين ونبقى خايفين والى اخره. لكن هو كلمنا عن مجموعه طعم القرنفل قال لك ايه يا فندم عليها؟ قال لي هو كان بيحبني وكان يعني في حواراته كان يشير الي، وده كان في حد ذاته يعني حاجه كبيره جدا جدا ان احنا نبقى نليق بان نجلس مع الاستاذ. ده كان حاجه كبيره جدا جدا، لان احترام القامه الكبيره واحترام الاكبر هو ده اللي بيدي القيمه، وهو ده اللي بيخليك انت نفسك. انا هقول لك على حاجه. اتفضل. انا نشرت كتير في مجلات عربيه ومصريه لكن اجمل مره نشرت في حياتي كان في مجله اسمها القاهره بتصدر في مصر. القاهره. ليه؟ لان كان فيها قصتين فقط، قصتين قصيرتين فقط منشورين، كان مكتوبين ورا بعض كده في الفهرس نجيب محفوظ، الاسم اللي بعديه جرنب الحلو. فبقيت ابص مش قادر اصدق ان انا اسمي بعد نجيب محفوظ، مش قادر اصدق ان انا ونجيب محفوظ ناشرين في مجله واحده. يعني فرحان ان انا قدرت في يوم من الايام ابقى يعني استحق هذا التقدير، فده شيء كويس. ايه اللي ممكن تكون حضرتك، قبل ما ندخل بقى في الحديث عن روايات حضرتك، ايه اللي